صباح الخير. تفائلوا معي، تفائلوا معي بمستقبل مصر بعد الثورة. ده صوت معظم الناس اللي تقابلهم بتطرح عليهم شجونك وهمومك وتتجاذب معهم أطراف الحديث فيما يتعلق بمستقبل مصر بعد 25 يناير. الكل بيقول إنه مصر لم يعني تأخذ حقها من بين الدول اقتصاديا وسياسيا، مصر مكانتها أكبر من ذلك بكثير. مصر بدأت نهضتها قبل اليابان وقبل كوريا وقبل تركيا وقبل سنغافورة وماليزيا، هي الآن أحق بهذه الدول من هذه المكانة التي تحتلها تلك الدول اقتصاديا وسياسيا. مصر هي مصر التي نعرفها جميعا. الحقيقة آية هذا التفاؤل عند من يحدثك عن هذه الروح من التفاؤل الدماء الجديدة التي سرت في عروق كل مصري ومصرية الآن، الروح الجديدة التي تكسو مصر الآن من أطفال وشباب نازلين ينظفوا الشوارع ويلموا القمامة وحاسين أن البلد دي بلدهم، إلى الشباب اللي واقف ينظم المرور وعاوز يحمي مصر بجد وينهض بيها. من آفات الماضي اللي كنا بنعيش فيها الحقيقة إن إحنا كنا بنشتغل في جزر منعزلة، الكل بيعمل بروح الأنانية والفردية، ليس هناك عمل مؤسسي بمعنى عمل مؤسسي قائم على التعاون والتنسيق. هذه الآفة نحن الآن إن شاء الله في سبيل التخلص منها، ويعني اللقاء اللي جاي دلوقتي الحقيقة هو مظهر من مظاهر هذا التخلص من تلك الآفة والعمل بروح الجماعة والعمل بروح الفريق. الجمعية المصرية لشباب الأعمال ده كيان أهلي يعني بيقوم الآن بعمل جميل جدا وهو عمل التنسيق بين الجمعيات الأهلية ورجال الأعمال، عمل همزة وصل بين الجمعيات الأهلية ورجال الأعمال. تعالوا نتعرف على هذا الكيان والدور المفترض أن يقوم به في الفترة اللي جاية والهدف اللي بيهدفوا إليه. معانا من الجمعية المصرية لشباب الأعمال المهندس إيهاب حسن يوسف عضو مجلس إدارة بالجمعية، والمهندس أيضا محمد الصاوي نائب رئيس لجنة المسؤولية المجتمعية بالجمعية. أهلا بكم وصباح الخير. صباح الخير باشمهندس إيهاب. يعني خليني أبدأ مع حضرتك، يعني طبعا ده العام الثاني على التوالي بيقام هذا اللقاء وهذا التجمع، صح؟ تمام يا فندم. اعتقد ان المناخ والظروف وتحضير هذا العام مختلفه اجمالا عن العام الماضي، نظرا لان مصر كلها اصبحت مختلفه. تمام. فخلينا نتكلم عن طبيعه هذا اللقاء هذا العام. تمام يا فندم. هو يمكن تفاصيل الطبيعه اكتر زميلي المهندس محمد يقدر ياخد مع حضرتك فيها. انا هأكد بس اللي حضرتك قلته إنه إحنا بدأنا جيف باك، هو ده اسم المؤتمر أو الملتقى، بدأنا في آخر 2009 وده تاني مرة، كانت هتبقى في ديسمبر وشاءت الأقدار إنه يتأجل لمارس، يمكن يعني ترتيب بقى رباني إحنا ما نعرفوش يعني. وحتى الاسم كان كنا بنعمق موضوع مسؤولية المجتمع للشركات في العنوان بتاع المؤتمر، وحولناه إلى تنمية مصر. واختلف شويه الطريقه، يمكن مهندس محمد بقى هاخد فيها اكتر شويه مني. انا تسمح لي بس القي ضوء سريع كده على الجمعيه، اتفضل، واسيب الميكروفون بقى مع صديقي. اتفضل. احنا جمعيه مصريه شباب الاعمال تاسست من حوالي 11 سنه، بداها مجموعه من معظمهم اصدقاء او اصبحوا اصدقاء بالعشره، انا عضو فيها بقى حوالي 10-11 سنه دلوقتي برضو. هي هدفها ايجاد مناخ اعمال افضل لرجال الأعمال والمدراء التنفيذيين في الشركات المختلفة، سواء شركات محلية أو شركات دولية موجودة متواجدة في مصر. العمل زي معظم الجمعيات منقسم، أو المدور يعني بتاع الجمعية هو اللجان المختلفة، لجان متخصصة سياحة صناعة. طب يا شباب الأعمال، شباب الأعمال دي جاي من رجال الأعمال؟ والله يا شباب مقصود بيها انه شباب سواء من الاناث او الذكور، فلذلك استخدم لفظ شباب، رجال وسيدات. لا مش رجال يعني كجنس، يعني كذكر وانثى، انا بتكلم رجال شباب الاعمال في مقابل رجال الاعمال كفئه عمريه، يعني انه بتعدوا شباب لكي يكونوا رجال اعمال. اللائحه الداخليه بتاعت والنظام الاساسي بتاع الجمعيه بتنص انه من 25 سنه ل 45 سنه هو السن اللي يترشح فيه الشخص ويقدر ينتخب. اللي تحت 25 ممكن يبقى عضو، واللي فوق 45 ممكن يبقى عضو، بس لا يحق له الترشح
ولا الانتخاب لل... فهي من هنا من هنا الحته دي. تمام. طيب باشمهندس محمد خلينا سريعا ننتقل لفكره بقى همزه الوصل. حابب الفكره يعني ازاي بيتم يعني انتوا تكونوا همزه وصل، ودخلنا شويه على الاستعدادات لهذا العام. كويس قوي. احنا في 2009 جينا فكرنا في فكره بسيطه جدا، قلنا احنا عايزين يا جماعه نجتمع كرجال اعمال ومجتمع اعمال بشكل عام مع الجمعيات الخيريه والجمعيات الاهليه لتنميه مجتمعنا، ونشوف ازاي احنا الاثنين نقدر نساهم مع بعض علشان ننمي هذا المجتمع. لان طبعا زي ما حضرتك عارف الجمعيات بيبقى مثلا ناقصها اما سيوله علشان تحقيق التنميه، او بيبقى ناقصها احيانا موارد، قد تكون موارد بشريه، قد تكون موارد من السيارات او مقار او ايا كان، فبتحتاج تلجا الى الأعمال بشكل عام، رجال الأعمال، إن هم يساهموا أو يساعدوهم في التنمية. وده جزء من الحقيقة جزء من المسؤولية الاجتماعية للشركات. فجينا في 2009 قلنا إحنا عايزين نوسع دايرة المعرفة بتاعة رجال الأعمال وبتاعة الجماعات الأهلية والخيرية ببعضهم. فقلنا طب ليه ما نجيبهمش كلهم، نجمعهم نحطهم في مكان واحد يتكلموا مع بعض، ليشوفوا نقدر نعمل إيه مع بعض، يعني ياخدوا نمر تليفونات بعض علشان ينموا المجتمع ده بشكل أو بآخر. فالحقيقة جينا في 2009 عملنا هو احنا عاملينه يوم عائلي يعني لرجال الأعمال وأسرهم، بحيث ان احنا بنقول برضو احد المسؤولية مسؤولية الشركات برضو ان الأسر تبقى مع بعضيها، وان كله يفهم من الطفل الى رب الأسرة عن ايه المسؤولية الاجتماعية للشركات. فجبنا الاسره كلها يوميها وقعدوا في مناخ لطيف في ساقيه الصاوي، عاملين ساقيه عبد المنعم الصاوي على النيل، بحيث ان هم بيتكلموا مع الجمعيات وبيقضوا لهم يوم لطيف مع الجمعيات يتشاوروا في ازاي يقدروا ينموا، وفي نفس الوقت بنعمل بعض الحوارات اللي بتساعد على تنميه يعني على توعيه الناس على ايه هي المسؤوليه الاجتماعيه للشركات. السنة دي جينا فكرنا الحقيقة احنا في 2009 كان عندنا حوالي 20 إلى 25 جمعية موجودة معنا. السنة دي جينا قلنا طيب احنا تركيزنا خليه السنة دي على ان احنا نزود عدد الجمعيات، ونحاول نزود عدد الحضور الى هذا الحدث اللي هو هيبقى ان شاء الله يوم الجمعة بالمناسبة اللي جاية دي 11 هيكون فين؟ في ساعة الصاوي. هيبقى في ساعة الصاوي ان شاء الله. احنا الحقيقة بنأمل ان احنا الحضور اللي يجي لنا يبقى معظمه رجال الأعمال وسيدات الأعمال وأسرهم. كويس. هو ده التارجت بتاعنا يعني. فإحنا إن شاء الله بنأمل يحضر في حدود 300 إلى 400 واحد السنة دي. ومعانا السنة دي حتى الآن 60 جمعية خيرية وأهلية من القاهرة ومن اسكندرية، وفي جمعية طيب جايبين. انتوا بتنسقوا بين جهتين، رجال الأعمال من جهة والجمعيات من جهة أخرى، إيه المطلوب من كلا الجهتين تجاه الأخرى أو كلتا الجهتين تجاه الأخرى؟ والله هقول حركة حاجة، يعني المسؤولية الاجتماعية للشركات صلاحها دي ده موضوع كبير. كويس. المفروض ان هو يبدأ بان كل شركة بتبتدي من جواها. كويس. ان هي تحسن من مناخ الشركة نفسها والمناخ الداخلي، وبتدي توسع الدائرة. فاحنا بننصح دايما الشركات ابتدوا تعاونوا مع الجمعيات الأهلية بشكل أو بآخر في إيجاد فرص لتنمية الشركة. تنمية الشركة طبعا هو الموضوع صعب وكبير، يعني احنا لسه في مصر يمكن نكون بنبدأه ولسه بناخد اول خطوة، بس في بعض الشركات هو سؤال بقى يعني خلينا نروح بالدفل باشمهندس إيهاب، يعني لو راجل عمال بيسمعنا طب انا هستفيد ايه؟ هي فكره يعني ان يكون جزء من المجتمع ويخدم مجتمعه، ودي طبعا فكره راقيه جدا، لكن كتير من الناس ممكن تسال طب ايه الفائده اللي هترجع لي؟ رجل الاعمال دايما بيتكلم بلغه فلوس والربح، واعتقد ده يعني موضوع في ذهنكم اكيد يعني. ده سليم، وده اساس لازم يبقى قائم، والا اي كيان الواحد مسؤول عنه سواء كان مدير تنفيذي او صاحبه لن يستمر. لازم يبقى فيه ربحية للاستمرارية ولفايدة جميع المتعلقين بالمؤسسة أو الشركة. بس هو كلنا عارفين على المستوى الشخصي وعلى المستوى العام أن العطاء له مردود على الشخص وعلى اللي بيعطي، لا يقدر بأي ثمن خالص. دي نقطة. النقطة الثانية ولها نتكلم بس على برضو الأرقام والفلوس للحظة. ثبت عمليا أنه المردود المادي، ورغم ان ده ما كانش يمكن اصلا مستهدف من الشركات اللي اهتمت بالمسؤوليه المجتمعيه، بس ده على مستوى العالم يعني، ثبت انه المردود المادي للشركه اللي بتهتم بالمسؤوليه المجتمعيه بيزيد. لانه في اسباب كتير قوي. اولا انا النهارده وانا بشتغل في شركه وهي بتهتم بيا كاحد اعضاء هذه الشركه، انا الحقيقه كلمه موظف ما فيش فيها عيب ولا حاجه، بس انا عمري في حياتي ما اذكر ان الواحد فكر ولا قالها ولا سمعها انه زميل. احنا كلنا مع بعض، كلنا فريق واحد، سواء انا اشتغلت في شركات فيها
بضعة مئات واشتغلت في شركات أصغر من كده. الواحد دايما كان الحمد لله دي كانت الروح اللي الواحد بيحسها من غير ما تتقال وبتتقال زي ما هي محسوسة بس يعني عند الاحتياج. فالواحد بيحس بالاطمئنان. فأعضاء الفريق قوامه 10 أو 1000 بيبقوا مرتاحين فبيدوا، ما فيش حتة إن أنا عندي إحساس بعدم الأمان عايز أمشي. من الناحية التانية المستهلك أو العميل، مش كل الشركات طبعا بتتعامل مع مستهلكين، في بيتعاملوا مع شركات أخرى دول عملاء بتوعهم، بيشعر برضو بالاطمئنان وبيشعر بالثقة، فبيبقى مقبل إنه يتعامل مع شركة سين أو صاد اللي هي لها دور مجتمعي بدل ما يتعامل مع شركة تهدف للربح فقط. طيب يعني هو يعني المطلوب من رجال الأعمال من خلال اللقاء ده إن شاء الله مراعاة البعد الاجتماعي في داخل شركاتهم وداخل المجتمع بشكل عام، مش كده؟ زي ما مهندس محمد قال لازم يبدأ من جوه الأول، من يحافظ من على الجو والحقوق، الجو العام بتاع العمل والحقوق بتاعة الزملاء العملاء. وحلمة أخيرة لأن موجزة للأسف وقتمت، بتفضل آخر كلمة محمد. أحب أضيف برضو للأستاذ بيقوله أنه كتير جدا من الشركات النهاردة العالمية بتطلب أن الشركات المحلية تكون عندها مسؤولية، برنامج مسؤولية اجتماعية، علشان يقبلوا تصدير منهم، علشان يقبلوا أن هم يتعاونوا معهم. ده فعلا وفي كتير، يعني مثلا هتلاقي بالذات في الملابس مثلا. طب وده بيتأسس ازاي؟ بيبعتوا ناس من بره احيانا على المصانع، يعملوا تشك على المصانع يشوفوا طب انت عندك مثلا حمامات العمال شكلها ايه، عندك عندك اطفال بتعينهم ولا لا، طب لو عندك اطفال هل بتراعي قوانين العمل للاطفال ولا بتراعي ايه. فدي كلها بيعملوا تشك عليها بتفتح لك مجالات فرص للتصدير. عشان ارد برضه على حته الايه، رجال الاعمال هيستفيدوا ايه، فدي احد الاستفاده الصغيره. طب انا مش رجل اعمال، ممكن احضر يوم الجمعه معاكم؟ تنورنا طبعا، وان شاء الله نحاول نبقى معاكم كاميرا. صباح الخير، بشكر جدا باشمهندس ايهاب، واشكرك باشمهندس محمد، وموفقين ان شاء الله. مشاهدينا الكرام بسرعه ننتقل لصدر الاخبار، بعتذر لعمرو احنا تاخرنا عليه شويه. صباح الخير يا عمرو. صباح الخير ياسر، ما فيش تاخير ولا حاجه، وصباح الخير ايضا لزميلي.